نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حفل تخرج الفوج الخامس 2020 لطلبة مدرسة الرفاع فيوز الدولية بحضور مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرسة الرفاع فيوز الدولية و28 خريجاً. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن اعتزازه بحضور حفل تخريج مدرسة الرفاع فيوز الدولية نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الحريص دوما على دعم الحركة التعليمية في المملكة وتوفير كافة السبل أمام أبنائه الطلبة والطالبات من أجل نهل العلم والمعرفة في أجواء مثالية، الأمر الذي اتضح من خلال توجيهات جلالته الأخيرة في الوقوف إلى جانب الطلبة والطالبات من أجل مواصلة التعليم في ظل جائحة كورونا وعدم تأثرهم عبر اختيار وسائل بديلة أهمها التعليم عن بعد. وهنأ سموه الطلبة والطالبات الخريجين مشيرا إلى أن هذا التخرج جاء نتيجة منطقية لجد واجتهاد الطلبة طوال العام الدراسي وحرصهم على عدم التأثر بالتحديات التي تواجه العالم في الفترة الحالية، بالإضافة إلى حرص أولياء الأمور على الوقوف إلى جانب أبنائهم الطلبة وحثهم على نهل العلم والمعرفة ومواصلة مسيرة التحصيل العلمي. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أهمية المرحلة المقبلة من حياة الطلبة والطالبات في مواصلة مسيرتهم العلمية عبر اختيار التخصصات العلمية المقبلة التي تتوافق مع رغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية. وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مجلس أمناء مدرسة رفاع فيوز الدولية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في سبيل إنجاح مسيرة التعليم في المدرسة. قد بدأ حفل التخرج بخروج طابور الخريجين وعزف السلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقاها الطالب الخريج الشيخ أحمد بن سلمان بن خالد بن أحمد آل خليفة. بعدها ألقت السيدة تارا وودبي مديرة المدرسة الكلمة الافتتاحية، تلتها كلمة الهيئة التعليمية ألقتها السيدة هيذر مينن، بعدها قامت السيدة دانييل بينكرتون مديرة المرحلة الثانوية بالمدرسة بمنح شهادات التفوق للخريجين المتفوقين وتسليم أوشحة المدرسة إلى الطلبة المستحقين، حيث بلغ عدد الخريجين لهذا الفوج 28 طالبا وطالبة. من جانبه أعرب السيد عاطف أحمد عبد الملك رئيس مجلس أمناء مدرسة رفاع فيوز الدولية عن فخره واعتزازه لرعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعايته الأبوية لحفل تخرج الفوج الخامس لمدرسة رفاع فيوز الدولية، كما أعرب عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تفضله لحضور حفل التخرج.